دايما ان شاء الله دائم الفوز، وان شاء الله نتمنى الفتره اللي جايه انها تقلل ان شاء الله. احنا وصلنا الى حد كبير، حطينا رجلنا سواء في كاس الامم الافريقيه او ان شاء الله في كاس العالم، وان شاء الله اللي جاي افضل. هل هيحسب ليكم؟ طبعا انتوا يعني اعتقد الانتخابات القادمه هتنهي مشواركم مع الكوره يعني، او ايا كان بقى حضرتك هتنزل تاني، مين هينزل تاني، لكن هيحسب للاتحاد القادم الوصول او الحصول على بطوله الامم الافريقيه. ان شاء الله والله، في الاول وفي الاخر احنا هدفنا ان شاء الله المنتخب يوصل لكاس العالم او لكاس الامم الافريقيه. اننا شايف كمان الى حد كبير جمعنا اصوات كويسه جدا جدا، واصبحنا قاب قوسين او ادنى من الوصول لكاس الامم الافريقيه او كاس العالم ان شاء الله، وده الهدف الاول والاخير يعني. طيب استاذ ابو وفاء، خلينا واحنا في بدايه الموسم كده، وجود حضرتك فرصه الحقيقه واحنا بنتكلم على منتخب مصر، يعني الفرحه موجوده الحمد لله والمكسب موجود، وعندنا ماتشين امام موريتانيا بامر الله نكسبهم برضو. بخصوص شكل الدوري الجديد، هل تم تحديده ولا هيبقى بنفس النظام؟ فرصه وانت موجود. والله هو مجلس إدارة اتحاد الكرة كله بالكامل مقتنع جدا إن الدوري الجديد يكون على مجموعتين أو مجموعة من دور واحد، ويصفي الأوائل مع بعض على الحصول على درع الدوري، ويصفوا الأواخر مع بعض على الهبوط. ودي الخطوة اللي احنا لينا سنين مجلس إدارة اتحاد الكرة عاوز يقدم عليها، وإن شاء الله بقدر الإمكان احنا يعني التنسيق طبعا هيكون مع رابطة الأندية أكيد. لازم يكون طبعا، لكن هو ده رأي مجلس الإدارة، ولكن أنت عارف إن الكلمة الأولى والأخيرة مش لمجلس الإدارة، صح، ولكن برضو يعني رابطة الأندية. ربنا يمنع الموانع إن شاء الله ويكون في الخير يعني. طب بالنسبة للجنة الحكام، هل هيكون بريرا او في خليفة البريرا برضو بنفس او اي جنسية اخرى، ولا هيكون مصري بالنسبة للفترة القادمة بالنسبة لا لرئيس هو لجنة الحكام؟ طبعا هو كابتن محمد فاروق هو القائم بأعمال لغاية رئيس دلوقتي. اللجنة حاليا، والحين اشعار اخر يعني الحين ما نشوف، بس انت عارف ان مجلس الاداره خلاص مدته بقيله ايام او اسابيع وبس، فلابد ان نعمل حاجه برضو يكون المجلس اللي يجي بعد المجلس يعني يكون راضي عنها يعني، او ما نحطش المجلس بتكمل الثاني بتكمل قدام قرار يكون مسؤول عنه. فمبدئيا كده كابتن فاروق هو القائم بأعمال لجنة إن شاء الله. تمام. بخصوص بقى المجلس القادم، هل يعني في وقت محدد خلاص بميعاد الانتخابات، ولا من خلال الاجتماع القادم هتحدده؟ لا هو اللوائح كلها بتقول إن لغاية 31/10 لابد الإعلان عن خارطة الطريق، موعد الانتخابات وموعد إعلان فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح والطعون وتصفية القوائم النهائية، كله ده بيعلن عنه قبل 31/10 إن شاء الله. تمام. طيب هل خلاص يعني من خلال كلام حضراتكم مع بعض تم تحديد مثلا ميعاد، يعني مجرد لما يبقى قبل 31/10 بميعاد قبل الانتخابات؟ 31/10 لابد يعلن عن لكن خارطة هل في الطريق. ميعاد محدد يعني مثلا بالنسبة للانتخابات نفسها انتم لا متخذين خلاص القرار؟ قبل 31/10 قريب يعني الفترة اللي جاية هيحقق في اجتماع أعتقد في شهر 9، قد يكون في العشر الأواخر من شهر 9، بس ممكن يتحدد في حدد ميعاد الميعاد. اوكي. مواعيد الجلسة اللي هيتحدد فيها خارطة الطريق ان يعني. شاء الله. طيب وحضرتك نازل الانتخابات القادمة ولا مش إن نازل؟ شاء الله ربنا يمنع الموانع، إن شاء الله ربنا يمنع نازل يعني، الموانع. عندك النية ان شاء الله يا استاذ إن محمد. شاء الله ربنا يمنع الموانع يا كابتن، إن كل شاء الله. التوفيق لحضرتك، وبشكر حضرتك ومبروك تاني لمنتخبنا الوطني النهارده ومصر الحقيقه بفوزها الكبير على بوتسوانا 4-0 خارج الديار، وبالتالي طبعا يعني نتيجه جيده جدا بالنسبه لي.